بسم الله الرحمن الرحيم. ضيفنا الكبير سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، متابعينا الكرام من رحاب جامعة الشارقة التي تتشرف أن يكون رئيسها صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة. ولأن الإبداع والابتكار هو أحد أهم الأهداف التربوية التي تسعى المجتمعات المتقدمة إلى تحقيقها، وكذا جامعة الشارقة، فالأفراد المبدعون يؤدون دوراً مهماً وفعالاً في تنمية مجتمعاتهم في جميع المجالات التربوية والاجتماعية والفنية والتقنية، وليس هناك بداية أهم من التعليم والتعلم والمعرفة كي تتولد القدرات للإنتاج والابتكار. في هذا الإطار نحن على موعد مع الإبداع والابتكار في أبهى صوره، مع التعلم بغرض الابتكار، مع سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، المؤسس والرئيس لطلال أبو غزالة العالمية، والتي على امتداد 50 عاماً وهي المزود العالمي الرائد للخدمات المهنية والتعليمية من خلال 100 مكتب على مستوى العالم. في البداية أنقل لكم تحيات سعادة أستاذ دكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الذي حال اجتماع طارئ دون تشريفه لنا في هذه المحاضرة. لقاؤنا اليوم مع سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، أحد القيادات الأكثر نفوذاً على مستوى العالم بإنجازاته ومساهماته البارزة في كافة المجالات، المؤسس لمنظمات ذات بعد تاريخي ورؤية شاملة لنهضة العالمين العربي والإسلامي، فليتفضل. مشكورا سعادة العميد، وأنا أحب كلمة العميد لأنها تعني عدة معاني، منها ما يمكن استعماله في كل الظروف: عميد اللقاء، عميد المجلس، عميد الجامعة، عميد الكلية، عميد العائلة، يعني كبيرنا. فشكرا لك على هذا التقديم السخي، وأنا أشعر بالفخر الكبير بأن أتحدث إليكم اليوم، وخصوصا في هذه الجامعة المحببة إلى قلبي، لأن صاحب السمو السلطان القاسمي صديق كبير أعتز به على عدة عقود. يعني معرفتي به كأمير وكأمير للعلم فهو مثال لما أريد أن أتحدث عنه. لأدخل في الموضوع، أنا أريد أن أنشر رسالة واضحة لأبنائي الطلبة، أما أنتم فأنتم أكثر علما مني. أنا ما أقول لأبنائي الطلبة: نحن يجب أن ندرك وبقوة أن العالم دخل ثورة جديدة، ثورة صناعية جديدة، ثورة معرفية جديدة، هي ثورة المعرفة. نحن لسنا في مرحلة طارئة أو في تطور تقليدي، هنالك ثورة جذرية ستغير كل شيء في الدنيا. لا تستهينوا باختراع تقنية المعلومات والاتصالات. أنا أول درس كمبيوتر أبنائي أخذته، وأساتذتي المدرسون، كان عام أول درس أخذته في الكمبيوتر كان عام 1965، وكان وقتها قيادة هذا النشاط أو نشاط التكنولوجيا الأجهزة اللي هو الكمبيوتر لشركة IBM. بدأ الموضوع بأنني سمعت عن دورة تدريبية اسمها، عن موضوع اسمه Word Processor، التدرب على الWord Processor. جميل، لفت نظري الاسم ولفت العنوان،
وكنت موظفا في بداية مسيرتي، فاقترضت مبلغا لكي أسافر وأحضر هذا البرنامج، والذي عقد في قرية خارج لندن اسمها هاي ويكوم. عندما جئت حضرت لهذه الندوة أو الدورة التدريبية، ورأيت هذا الجهاز الذي اسمه وورد بروسيسور، والذي طوله عدة أمتار وعرضه عدة أمتار، أكبر من حجم الغرفة التي أنا فيها، غرفة مكتب. وكان مطلوب منه أن يعمل عملا بسيطا جدا، هو أن تدخل فيه كما في الطابعة، طابعة تايب رايتر، تدخل فيه معلومات وأرقاما ويخرجها لك في رولات من المعلومات. عمل عظيم، كان هذا كشف رائع في العلم والمعرفة، عظيم جدا، لأنه كان يستطيع أن يبوب المعلومات أيضا، وليس فقط لأن التايب رايتر تطبع عليها وتطبع لك تماما ما طبعت. وإذا غلطت، وأنا سقطت في الجامعة في مادة طباعة على التايب رايتر، لأنه مش كتير قدير باستعمال أصابعي في الجهاز. عندما تطبع على التايب رايتر، إذا غلطت بكلمة مضطر أن تبدأ من جديد، تلغي الورقة وتمزعها وتكتب من جديد. هذا الجهاز كان فيه ميزة، أنه يستطيع أن يتعامل مع المعلومة بشكل أفضل. عقلي قال لي أن هذا ليس النهاية، لأنه لا يمكن أن يكون جهاز بهذا الحجم هو نهاية الطريق. وأصبحنا اليوم نرى أن أجهزة التقنية أصبحت بحجم اليد وأصغر من اليد. تبعت أنا هذا المشروع، وكنت من أول من استعمل التطور التقني في مجال المعلومات، مما جعلني أن أتولى منصب رئاسة فريق الأمم المتحدة بصفتي الشخصية وليس ممثلاً عن أحد، رئاسة فريق الأمم المتحدة في عام 2001، بعد مسيرة طويلة من سنة 65، إلا أن لأنني تابعت فيها وتشاركت فيها بالمؤتمرات والأبحاث وفرق العمل على مستوى العالم، أن أرأس فريق الأمم المتحدة الذي وضع سياسة مستقبل تقنية المعلومات والاتصالات على العالم. ودائما كان اهتمامي أنا في السياسات والمعايير، ولذلك أيضا كنت على مجلس سياسات التجارة الدولية في المنظمة العالمية للتجارة، وعلى مجلس السياسات الدولية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الأمم المتحدة. المهم، كنت دائما مهتما بالمستقبل، كلها دراسات للمستقبل ومهام للمستقبل. عشت هذا المستقبل وأنا في الحاضر، وجئت إلى فرصة لقاء ب رجل من الذين صنعوا المستقبل، وهو بيل غيتس. والتقينا وتحاورنا في مستقبل هذه الثورة المعرفية التي أتكلم عنها، وأنا أذكر اسمه لأنني أريد أن أقول أن كنا في حوار في ندوة عامة، أنا وهو، هو وأنا بكل تواضع، والسؤال كان: إلى أي تاريخ ستستمر هذه الثورة التي هي لسه في بدايتها؟ ما شفناه الآن وما حصل حتى الآن من تقنيات هو لا شيء بالنسبة للقادم.
وكان اتفاقنا على أننا سنعيش هذه الثورة إلى نهاية هذا القرن على الأقل، يعني أمامنا 80 سنة تقريبا ستتبلور فيها ثورة المعرفة. ثورة المعرفة الآن أود أن أبدأ بأن أقول أن عندما نقول المعرفة أصبحت كلمة المعرفة تعني استعمال تقنية المعلومات والاتصالات. المعرفة ليست القراءة ولا الكتابة ولا الاطلاع على الصحف ولا الأخبار ولا قراءة الكتب، كله عظيم، ولكن عندما نقول المعرفة، تعريف المعرفة الآن هو كيف تستعمل هذه التكنولوجيا، هذه التقنيات، وأصبحت هي الكلمة. يعني ما في لزوم الواحد يشرح يقول أنا أقصد بالمعرفة، عندما تقول ثورة المعرفة يعني ثورة استعمال تقنية المعلومات والاتصالات في كل شيء، تماما كما الجهاز العصبي في جسم الإنسان. هذا الجهاز هو الذي يحرك كل شيء فينا. صحيح أنا أحرك يدي، شفتي، إلى آخره، لساني، ولكن كل ذلك يعتمد على جهازي العصبي الذي يعطي الأوامر للأعضاء في الجسم. وعندما نتكلم عن التقنية الآن، التكنولوجيا، كنا نحكي عن التكنولوجيا، كان في ثورة الزراعة، ثورة الصناعة، ثورة التكنولوجيا، وثورة الآن المعرفة. كنا ما نحكي عن التكنولوجيا، كنا نحكي عن المكننة. المكننة ليست تقنية. التقنية عندما نقول التكنو أو تقنية ثورة التكنولوجيا، اليوم المقصود فيها هو المعرفة، استعمال تقنيات المعرفة تماما، كما كنا في الماضي عندما نقول البريد، كان البريد يجينا بالبوسطة أو بحامل البريد، موزع البريد، أو بالفاكس أو إلى آخره. الآن عندما نقول البريد نقصد بريد الإلكتروني. ما فيش لزوم أقول لمدير مكتبي شو آخر بريد اللي عندك، البريد الإلكتروني، لا، البريد خلص، البريد أصبح هو البريد الإلكتروني. يجب أن نتعود على أننا في بداية ثورة ستغير كل شيء، ليس فقط في التعابير والأسماء ولكن في كل شيء. ومن البداية أود أن أقول أن من يظن أن ثورة المعرفة أو التقنية تعني الروبوتات وتعني الأشياء الذكية، هذه ليست إلا بدائيات هذا الصف الابتدائي من ثورة المعرفة. اختراع الروبوت ليس هو العظيم، وأن تجعل الروبوت ذكياً ليس الشيء العظيم. الآتي أعظم، وكما قالت سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما نراه الآن من ثورة المعرفة هو فقط أبراتيف، هو فقط للفت النظر. سنعيش في عالم كل ما فيه، بما فيه جسمنا، صحتنا، عقلنا، ذاكرتنا، عمرنا، أمراضنا، كلها ستتغير وتتحكم بها تقنية المعلومات والاتصالات. يعني أنا كنت على مجلس المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الأمم المتحدة في جنيف، وكان يجلس إلى جانبي رئيس أكبر شركة أدوية في العالم. كنا نتكلم، وأنا دائما كما قلت يشغلني إلى أين، مش ما هو الوضع أو ماذا كان الوضع، إلى أين في الأدوية. قال لي 80% من الأدوية التي نستعملها الآن هي مسكنات،
لأنه ليس من العقل أن نظن أن هنالك دواء واحد يصلح لكل جينات الناس. والدليل على ذلك أنه واحد يقول لك أنا أفضل البنادول، الآخر لا والله أنا برتاح على الأسبرين على الأسبرو على إلى آخره، هذه كأمثلة بسيطة. ولكن التوقع هو أن كل إنسان سيكون له خارطة جينية وتكون موجودة عند الصيدلي، وعندما يصيبني فلو مثلا الصيدلي يرسل لي الوصفة التي هي مناسبة لجيناتي والتي تختلف عن جينات أي إنسان آخر. هذا مستقبلنا، سيكون كله مؤسس ومدار من المعرفة. المعرفة يعني الابتكار. أيضا الاسم الآخر للمعرفة هو الابتكار، لأن الابتكار هو استعمال المعرفة للتطور وللتقدم وللتغيير. وأنا لذلك أتمنى على جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا أن تدرك أنه حان الوقت لأن يكون هدف تدريسنا هو الابتكار، أي أن ننتقل من التعليم التقليدي، مش نلغي التعليم، ننتقل من التعليم التقليدي الذي هو، وأنا خضعت له، أنا مش استثناء، أنا نفس الشيء، أنا كنت ضحية تعليم كان هدفه أن يحفظني ويمتحني على الحفظ. شو الامتحان؟ الامتحان الدوري أو الامتحان الفصلي أو الامتحان الفحص النهائي، هو فحص على حفظ المعلومات التي درست إلي. الآن نريد التعليم أن ينتقل من التعليم إلى التعلم، أي كيف يستطيع الطالب أن يدرس هو يعني بحب أركز على الفرق بين أن، ولماذا هذا الفرق؟ الفرق بين أن أحفظ وبين أن أصنع المعلومة من خلال قدرتي على الابتكار التي هي أيضاً نتيجة التدريب على الابتكار. ونحن بالمناسبة قد بدأنا، وأنا لا أقول كلام لا أنفذه، بدأنا في كلية طلال أبو غزال الجامعية للابتكار، بدأنا في مرحلة أن يكون الفحص أو الامتحان هو الابتكار. يعني هنالك تدريس، ولكن التدريس والتوجيه هو فني وتقني، كيف تصنع المعلومة وكيف تصل إلى المعلومة وتصنع منها معلومة جديدة. هذا الأسلوب هو بديل لأن تحفظني. أنا في محاضرة لي في جامعة هارفارد قلت للجامعة العريقة أنا أتحداكم أن تحضروا لي أحسن أستاذ عندكم يعطيني معلومة ليست موجودة على الإنترنت وليست موجودة عند الطلبة. الآن العلم كله موجود في محيط المعرفة الإلكتروني، ما في لزوم أحفظ ما هو أعلى جبل في الدنيا كما كانوا يدرسوني، وأنا لا أذكر ذلك أبدا ولا شيء منه. كما درست لأعرف أن أنهار وامتداداتها والجبال وعلوها والسكان وعددهم في كل بلد في العالم، لا. طب ما هذا موجود، أنا بدخل على عم جوجل وباخذ منه المعلومة اللي أنا عاوزها. يجب أن يكون قدراتي ومساحة تفكيري ومساحة ذاكرتي لأشياء ليست موجودة، بل أشياء أصنعها وأصنع منها معلومة جديدة.
أبنائي الأعزاء، المستقبل هو لصنع المعرفة، وعندما أقول المعرفة أقصد وأكرر اختراعات مبنية على تقنية المعلومات والاتصالات، هذا هو صنع المعرفة، أي الابتكار. وكما قال صديقي العزيز أمين عام جامعة الدول العربية في عبارة جميلة جدا، قال: العرب أمامهم خياران لا ثالث لهما، الابتكار أو الاندثار. ليس هنالك في المستقبل مكان لمن ليس مبتكرا. هلا لما بنقول ابتكار يجب أن لا يفهم أن الابتكار يعني اختراع شيء جديد غير موجود شيء مثله، لا مش هيك. وأنا كنت على في مجالس صياغات معايير الابتكار في الوايبو، المنظمة الأمم المتحدة UN وايبو للملكية الفكرية، ونحن أكبر شركة ملكية فكرية في الكرة الأرضية، نحن نقود العالم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. التعريف مش هيك أبدا. الابتكار هو أي تحديث أو تطوير لشيء موجود يكون فيه فائدة وقدرة على التسويق. يعني خذ أي شيء، امسك ساعة وطور ساعة أفضل منها أو أجمل منها أو أكثر عمليا منها، هذا اختراع جديد. ولذلك نحن نعرف أن الصين مثلا تخترع سنويا 500,000 ابتكار، ما سمعنا عن 500,000 شيء جديد غير موجود أبدا، كلها هي تطوير لأشياء موجودة. ولذلك أيضا يعني أنا عم بقول الكلام ليثق أبنائي بأن الفرص هائلة. قوانين الملكية الفكرية تقول، حماية الملكية الفكرية تقول، والصناعية، ولكن كانت الصناعية والفكرية الآن كلها فكرية لأنها كلها من ثورة الفكر والمعرفة، تقول أنك إذا اخترعت شيئا جديدا وأردت أن تسجله كبراءة اختراع عليك أن تفصح إفصاحا كاملا عن المواد المستعملة في هذا الاختراع، عن الطريقة اللي هي أسلوب عمل هذا الاختراع، وعن الناتج، يعني اللي هي بنلخصها بالمحتوى، الأسلوب، والنتيجة. لماذا؟ لتكون متاحة لكل إنسان للبحث فيها ولتطويرها. يعني عندك في الدنيا ملايين من الاختراعات في كل شيء، بدك في السايبر سيكوريتي موجود، بدك في عملية البرمجة، اختراعات البرمجة والموجود عندك بأي موضوع في الدنيا بدك، يا كيف تشتغل البطارية في السيارة، كل شيء موجود، وموجود شرح له بالتفصيل. وذلك لأنه عندما تقدم أي طلب نحن كأبو غزالة للملكية الفكرية نعمل ما يسمى patent drafting، أي شرح كامل للمشروع حتى يقبل تسجيله. طيب، فإذا أمامنا فرص لا حدود لها. بدك تعمل برنامج لكيف تبحث عن أي لاعب فوتبول في الدنيا في وقت معين، حلو، يعني عم بحكي إلى أي مجال في الدنيا أمامك فرص لتبحث عن المعلومة وأن تصنع منها معرفة. أبنائي، شو هي جوجل؟ ما هي جوجل؟
مش سلعة، مش خدمة بحسب تعريف المنظمة العالمية للتجارة اللي هي التجارة في السلع والخدمات. ماذا هي؟ هي كمبيوتر بروجرام فقط، هي مجرد برنامج كمبيوتر. هذا البرنامج يتيح لك بحر من المعلومات ومن المعرفة، وهو بطريقة إبداعه أنت تستطيع أن تأخذ كل المعلومات مجانا، لأن هنالك من يدفع قيمتها عنك، وهو المعلن على جوجل. المعلنين والدعايات والإعلام والأخبار التي تبث في جوجل مقابل رسوم هي اللي تدفع عنك تكلفة المعلومة التي تشتريها أنت من جوجل. أنت تشتريها بس غيرك بدفع. هذا برنامج كمبيوتر. والبرامج المتاحة لا حدود لها. احنا في طلال ابو غزال لتقنية المعلومات اخترعنا 78 برنامج تدير كل جانب من نشاطنا، كل اعمالنا هي برامجنا الخاصة. احنا فقط عندنا خط انترنت خاص فينا، مش من خلال مزود انترنت، على الباك بون رأسا في امريكا، ومن خلال هذا الخط والتواصل ومن خلال خبرائنا في البرمجة. وأيضا أود أن أقول أن البرمجة هي المستقبل لأي اختراع، لأنه ليس هنالك مستقبل لاختراع ليس مبني على تقنية المعلومات والاتصالات. فإذا أهم شيء أن نركز على الاختراعات التي هي مبنية على المعرفة، على صنع المعرفة. فإذا نحن أمام مستقبل، كل شيء فيه متغير، كل شيء. الأدوات ستصبح ذكية. يعني أنا لما جلست أعدوا الزملاء الخبراء يضبطوا الجهاز كيف يبين صورتي وقديش مسافة، هذا ما لهش لزوم بالمستقبل، هو الجهاز يضبط نفسه علي. أنا عدلت كرسي لأجلس، ما في لزوم، لأنه الكرسي سيصبح ذكي، يعرف كيف أنا يجب أن أجلس. هذه أبسط الأمور. هناك من يقول سنصبح غير بشر، إحنا بالطريقة هنصير وين الإنسانية، وين الروح، وين الشباب اليوم؟ أنا كنت قاعد مع أحفادي، أنا 9 أحفاد لما كانوا صغار، هلأ صاروا أكبر مني، بس لما أحفادي صغار كانوا إحنا قاعدين عم نتحدث كبار وهم على الجهاز، فبقول لهم يا شباب ليش ما بتشاركونا بالحديث؟ قال ما إحنا عم بنشارك، بس عم بنشارك بعضنا إلكترونيا معرفيا. كانوا يشاركون أفضل من مشاركتنا اللي هي تقليدية، كانوا يتحدثون ويناقشون آراءنا ويبدون فيها آراءهم إلى آخره. هذا عالم سننتقل كلنا إليه، كلنا. وبالمناسبة الأمم المتحدة الآن لا تقيم دراسات كما كانت في السابق عن فجوة الثروة، من الدول الغنية ومن الدول الفقيرة، ومن ولا فجوة التعليم ولا فجوة الغلاء والآخره. هنالك فجوة الرقمية، وتحصي سنويا عدد المواطنين الرقميين. والمقصود بالمواطن الرقمي هو هذا الطفل الذي في حضن والدته يبدأ يتعلم تقنية المعلومات
من خلال جهاز يسرقه من أمه أو من أخوه أو من أخته. عدد المواطنين الرقميين هو الذي سيحدد مستقبل الشعوب، نسبتهم النسبة الأعلى. وأنا أود أن أنتهي الفرصة ولا أستطيع أن أفوتها لأقول أن هذا لا يعتمد لا على الثروة ولا على الغنى، إن من أعلى مستويات المعرفة الرقمية هو في المخيمات، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وغيرهم. لماذا؟ لأنني وأنا نتاج لما أقول، النقمة هي نعمة. أنا ولدت ومنذ عمري 10 سنوات أصبحت لاجئا، فكنت مضطرا لأشياء أشكر ربي عليها لأني كنت مضطرا لها. ولا أريد أن أحول الموضوع لأحكام حياتي، أريد أن أقول هؤلاء اللاجئين لأن ليس عندهم سينما يروحوا عليها، ولا نادي يروحوا يتسلوا فيه، ولا مطاعم يعزموا صديقاتهم وأصدقائهم عليه. ما عنده إلا هذا الجهاز، هذا هو حياته، هو طريقته للتواصل، طريقته للتعلم، طريقته للتسلية، طريقته لكل شيء، فيبدع فيه. وكما نعرف استطاعوا أن يثبتوا إبداعهم في أعمال على مستويات العالم. فلا أريد أحد أن يقول أن ظروفي، أنا أقول هالكلام ليس للتباهي، وإن كنت أتباهى بشعبنا العظيم، الشعب الفلسطيني والشعوب العربية كلها، خصوصا الخاضعة للظروف الصعبة، الله يقويها وينصرها. ولكنني أتكلم عن أن النقمة هي نعمة، تستطيع بأن تحولها إلى نعمة. ولذلك لا حجة لأي منكم أن يقول أنا ظروفي وإمكانياتي وحياتي أبدا. عندما كانت الجامعة تقفل أبوابها، أذهب إلى المنزل وأنا أدرس، إلى منزل ليس فيه كهرباء، ما كان عندنا إمكانية يكون عندنا كهرباء، فكنت أدرس على نور أعمدة الكهرباء في الشارع. ما فيش يمنع من عنده الإرادة، القرار. أنا دائما أقول النجاح قرار وليس خيار. قرر أن تنجح، قرر أن تخترع، قرر أن تبدع، قرر أن تكون المتفوق، قرر ماذا تريد من الآن، ما تستنى لتتخرج، قرر من الآن ماذا تريد أن تكون في مستقبلك، واصنعه. اكتشاف المستقبل هو من خلال صنعه، اصنع مستقبلك. وهذه الثورة التي اسمها ثورة المعرفة هي نعمة للبشر كله، لكل البشرية. أنا في عندما كنت على مجلس اتحاد غرف التجارة International Chamber of Chambers of Commerce في باريس، غرف التجارة العالمية في باريس، أردت أن أستضيف واستضفت مستشار الرئيس الأمريكي للإنترنت، وكلنا يعرف أن الإنترنت اختراع أمريكي، وهذا الاختراع الأمريكي يعطيها الحق بأن تكون مالكته، وهذا الملك حق له. وأنا كل يوم الصبح بصلي لأمريكا وبشكرها أن سمحت لنا أن نستعمل الإنترنت الذي هو ملكه. ولكنني تصارعت كثيرا مع أمريكا
في أن هنالك حاجة لأن يصبح هذا المحيط، محيط المعرفة، خاضعاً لنوع من التنظيم والرقابة ليصبح مصدر خير وفائدة فقط وليس مصدر تخريب. وعلى سبيل المثال أنا أقول، وكتبت هذا الكلام للكونغرس الأمريكي، وبحث الموضوع في الكونغرس ولكن رفض لأن هنالك شعور بأن أي نظام للرقابة سيسمح للعالم أن يتدخل في الإنترنت وهي ملكي، مش عاوز حد. أنا دعيت لأول مؤتمر في الدنيا لحاكمية الإنترنت، إنترنت governance، وأثناء ترأسي للمؤتمر قال الوفد الأمريكي بكل حرية وصراحة وحق، لأنه هذا حقه، هذا شيء هو يملكه، قال الإنترنت فضاء آخر ليس فيه حدود. كيف بدك حدود في فضاء؟ هذا فضاء ما في حدود. ليس فيه دول، ليس فيه سيادات أو legitimacy، ما فيش فيه هيئات تستطيع أن تقرر أو تمنع، هذا عالم آخر ما إلكم دخل فيه. أما بتحبوا تعملوا فورم تبحثوا الإنترنت وتتناقشوا وتتسلوا، ما عندي مانع أعمل اللي بدكم إياه. وفعلا عملنا هذا اللي ما يسمى الإنترنت Governance Forum، أنشأته وهو يجتمع سنويا تحت مظلة الأمم المتحدة حتى الآن ويناقش شؤون الإنترنت ولكن لا يقرر فيها. على سبيل المثال أقول لن نستطيع أن نقضي على الإرهاب في الدنيا بدون رقابة على الإنترنت. الإرهابيين هم أفضل من يستعمل، وأقدر من يستعمل، مش أفضل، أقدر من يستعمل تقنيات الإنترنت لاستقطاب وتثقيف أعضاء ليضمهم ولتنظيم عمليات ولإدارتها وللتواصل من خلال الإنترنت. إذا لم يكن هنالك نظام يسمح بمراقبتهم والقبض عليهم لا يمكن القضاء على الإرهاب. هذه قلتها مئات المرات وعلى منابر الأمم المتحدة وفي كل مكان. فإذا نحن بحاجة، ولكن العاقل يسعى وبنفس الوقت يتصرف ضمن الإمكانات. هنالك إمكانات هائلة لنا ضمن هذه الحدود. أعود إلى قصتي في عندما كنت على مجلس اتحاد الغرف العالمية، غرف التجارة، استدعيت وجهت دعوة إلى المستشار الرئيس الأمريكي للإنترنت، ولفت نظري أن مكتبه كان في غرفة جنب مكتب الرئيس وكان اسمه إيرا ماجازينر، وطلبت منه أن يحضر ليشرح لنا نحن المجتمع التجاري ما هي الإنترنت، هذا قبل ما حد يسمع بالإنترنت. جاء ووضع على الشاشة جهاز يشبه الكمبيوتر الأول، كمبيوتر ديسكتوب كمبيوتر وبالحجم الكبير وعنده وكيبورد للنطبع، واللي جالس يطبع مش إنسان، كلب، كلب قاعد على الكيبورد، وكان مكتوبا على الجهاز إن عظمة هذا النظام الذي اسمه الإنترنت أن الذي على الطرف الآخر لا يعرف أنني كلب. أي كما قال إيرا، قال أن في هذا المحيط اللي عندما تدخله أنت متساوي مع أي واحد على الخط وأنت لا تعرف من الذي على الطرف الآخر، هنالك مساواة كاملة كما قال لم تتحقق في أي نظام في الدنيا. ما في نظام مساواة كاملة، مش ممكن، مش ممكن في الدنيا إطلاقا. هنالك مساواة نسبية أكثر أو أقل، ولكن في محيط الإنترنت
تتحقق المساواة الكاملة. تستطيع أنت أن تستعمل هذا المحيط تماما كما يستعمله ابن أو حفيد رئيس فرنسا أو ألمانيا أو الصين. هنالك مساواة، وبالتالي هنالك فرص متساوية. أبنائي، في هذا العالم، عالم الإنترنت، عالم تقنية المعلومات والاتصالات، عالم المعرفة، هنالك مساواة كاملة. هنالك مساواة كاملة، وإحنا نعمل جهدنا لتقديم كل الأدوات التي تساعد لاستغلال هذه الفرصة في المساواة لنخرج مبتكرين. بالمناسبة أنا بصفتي رئيس لجمعية غير ربحية، جمعية المجمع العربي للمحاسبين لتقنية المعلومات والاتصالات، وهو مؤسسة علمية مهنية، طورنا برنامج يدرس كيف تصنع كمبيوتر بروجرام وتتخرج كخبير برمجة. برمجة مش سحر، هي علم. تستطيع أن تبرمج برنامج لكل شيء في الدنيا، وهذا البرنامج موجود ومتاح لمن يريد أن يصبح خبير برمجة. العالم الذي نحن متوجهين له هو عالم التحول الرقمي، ونحن أيضا وضعنا برامج كثيرة كيف نتحول رقميا كدولة، وكل الدول تعمل الآن على برامج التحول، وشركات كثيرة تشتغل على هذا المجال. لا بد ولا مجال ولا مستقبل إلا للتحول الرقمي، أي أن يصبح كل عملنا وكل حياتنا وكل دنيانا دنيا رقمية. أنا أريد أن أقول أنني أتمنى من جامعة الشارقة الحبيبة ومن أبنائي فيها أن واحد بس يصدقني ويقرر أنه بده يصير مخترع مبتكر، ليصبح من مجموعة أغنى وأهم رجالات المال في العالم، لأنهم رجالات معرفة. الطريق إلى صنع الثروة في المستقبل هو فقط من خلال صنع المعرفة. أكبر 5 شركات في الدنيا ليس فيها شركة نفط ولا شركة بنوك ولا إلى آخرها عقار، هي شركات معرفة مثل جوجل وأبل وأمازون وغيرها. هذا هو المستقبل. إذا أردت أن تخدم نفسك وتخدم أمتك وشعبك وبلدك، الطريق هو أن تصبح مبتكر. أنا تعديت بدقيقتين الوقت المخصص لي للكلام، وأكتفي بأن أقول أنا سعيد وفخور بهذا اللقاء. شكرا لكم أن أتحتموه لي. ونحن أكثر سعادة وفخر بوجود شخصية بمثل هذا الثراء، سعادة الدكتور طلال أبو غزالة. فعلا اصنع مستقبلك، هذه خلاصة نصيحة أب لأبنائه. كانت تلك رحلة ممتعة مع رؤية سعادة الدكتور طلال أبو غزالة مع التعلم والابتكار. نتقدم بكل الشكر والعرفان والامتنان لسعادتكم على هذا الوقت الثمين الذي خصصته لنا. تأكد لنا اليوم أن تأصيل الابتكار والإبداع في التعلم يجب أن يتجاوز الأطر التقليدية في التعليم والتفكير والمنهج والأساليب، بما يسمح بتقديم جيل جديد من المبدعين. متابعينا الكرام، كل الشكر لكم على تواجدكم معنا باسمي وباسم الزميلة
دكتورة ثريا السنوسي التي نظمت هذا الحدث، وباسم كل زملائي في كليات الاتصال من فنيين وإداريين وأعضاء هيئة التدريس وباسم جامعة الشارقة، نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الكبير ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.